السلام عليكم، كيف حالك يا أحمد؟ الله يعطيك العافية دكتور، ماتي. الحمد لله بخير. كيف الصوت؟ إن شاء الله منيح. الحمد لله مليء الصوت، لأنه مباشرة من دون المايك شايف أنه أفضل إن شاء الله. الله يمسيك بالخير يا دكتور. ننتظر قليلاً بعض الطلاب يدخلوا المنصة إن شاء الله. نبدأ المحاضرة بعد دقيقة. الصورة واضحة، الصوت والصورة واضحات يا حبايبي؟ تمام يا دكتور، مية مية. الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ المحاضرة الثانية اليوم. احنا حكينا عن آفات محاصيل الخضروات، بدأنا بالعائلة البتنجانية، مرينا على العديد من الآفات مثل الكاروب أو الملوح أو كلب البحر، جينا على بقة النبات، جينا على المن، ووصلنا إلى دباب البيضاء وحكينا عنها خطورتها بنقل الفيروس وأهميتها ووجود عدة أنواع منها، وذكرنا أنه من طرق المكافحة تبعتها كانت كيماوية أو ممارسات زراعية، المصايد، الأصناف المقاومة والمكافحة الحيوية. راح نترك اليوم بس نجيب يعني نشرح شوية على المكافحة الحيوية في المتطفلات، وراح نحكي عن أحد أشهر المتطفلات على الذباب البيضاء اللي هو إنكارسيا فرموزا. اسم المتطفل إنكارسيا فرموزا، متطفل متخصص على الذباب البيضاء، العديد من أنواع الذباب البيضاء. خلينا نحكي على التصنيف تبعه، بيعود إلى الفايلم أرثروبودا، كل الحشرات بتعود إلى أرثروبودا، مفصليات الأرجل سداسية يعني الكلاس الصف الحشرات أو الهكسابودا سداسية الأرجل. الأوردر تبعتها هي غشاية الأجنحة الهايمينوبترا اللي بتضم النحل وبتضم النمل أيضا. والهايمينوبترا غالبية المتطفلات تعود إلى الهايمينوبترا. وهذا المتطفل اللي هو إنكارسيا فرموزا يعود إلى عائلة الأفلين. الكومون هوست، الآن إحنا بنحكي على العوائل. بالنسبة للذبابة بنكون عائل نباتي، هذا متطفل بيكون العائل تبعه في الذباب البيضاء، لأنه هذا هو العائل تبعه يتغذى على ويكون دور حياة. دكتور يعطيك العافية. العافية حبيبي. دكتور غلبك في غلبة لما ندخل على المنصة عشان ندخل أثناء المحاضرة. ايش رايك؟ ما بدخل معنا بسهوله. كيف دخلت الان؟ سامعني؟ من الرابط اللي موجود على الواتساب؟ لا انا ما دخلتش على الرابط الواتساب، دخلت على الرابط الزوم. اوكي، ما الواتساب ما في رابط، ما اجانا اي شيء. لا حطينا على يمكن مش موجود في الحشرات. مش بالجروب انا دكتور.
اذا بضيفك على الجروب ان شاء الله. رايك ان شاء الله دكتور. ان شاء الله حبايبي. حكينا احنا بدنا نعمل مثال احد الامثله على الدكتور. العفو اذا سمحت بعطيكني انا على الجروب لاني مش موجود. ان شاء الله الجميع الجروب اصلا على المنصه، جروب الواتساب افضل تشيكوك على المنصه. اول ما تفتح المنصه على الماده موجود اللينك تبع الجروب تبع الواتساب، او تبعت لي على تليفوني مسج مشان انا اضيفك ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. حكينا اليوم نحكي على احد يعني مكافحه الحيويه المطفلات، واخذنا مثال عليها للكارثيا فرموزا اللي هو متطفل على الذباب البيضاء. العوائل تبعته يعني كان لك كومن هوست بارازيتيك اون سيفرال وايت فلاي سبيشيز انكلودينج ذا جرين هاوس وايت فلاي. يتطفل على العديد من انواع الذباب البيضاء اللي منها جرين هاوس وايت فلاي، سويت بوتيتو وايت فلاي. حكينا جرين هاوس وايت فلاي تيلرويدس، سويت بوتيتو وايت فلاي اللي هي ديميسيا تباسي، وعندنا انواع اخرى مثل السيلفر ليف وايت فلاي. هاي تستخدم بشكل رئيسي على مكافحة يعني مكافحة حيوية، تستخدم المكافحة الحيوية للذباب البيضاء في البيوت بلاستيك، كمان تستخدم في يعني النيرسل نيرسل بلانتس، المشاتل، مزارع الورد، الستروبيريز، التوميتوز، اللي هي الفراولة والبندورة. ويوجد منه هذا المتطفل يعني الانتاج تبعه تجاري، يستطيع المزارع او اللي بده اياه يحصل عليه تجاريا موجود في الاسواق. هنا بنلاحظ في الصوره هاي الاضل تبع اللي هو البارقه تبع الدبور، بنحكي الدبور المكاسي في الموزة، و بالتفضل دكتور. مشهور صوتك كثير واطي. اوكي هسه بحاول احط السماعه كثير بعيد يعني مش قادر اسمع بصراحه. ان شاء الله دقيق هذه هسه صوت افضل. لا والله لسه دكتور، انا حط السماعه هسه بعد الصوت. مين افضل اول ولا الان تحكي؟ لا هسه افضل ولا لا قبل؟ لا هسه افضل يعني واضح، بس انه بعيد شوي. بعيد هسه بعيد. يمكن عندي مشكله في الكمبيوتر، مشكله يمكن في الكمبيوتر، بحاول اعالجها ان شاء الله. لان هذا هو البالغه تبعت الدبور، بتعمل تثبيت داخل الطور الثالث او من الزاحفات تبعت الذباب البيضاء. وهنا بخرج يعني حتى ما شلون يشرح الوضع، بتفقس البيضات الدبور داخل الكرولر او الزاحفه تبعت الذباب البيضاء، بتنقسم يعني تفقس بتصير يرقه، والمرقه على قلوبها الى اضل تدور الامرجنس، بتطلع منه هاي الفيميل امرجنسي الانثى الدبوره، تطلع من البراستاتايز كرولر اللي تم تطفل عليها. وهنا هي نقطة الخروج أو ثقب الخروج تبع الأضل تبعت المتطفل. الآن هاي نسميه زي نسبك عملية لايف سايكل، دورة الحياة تبعت الذباب البيضاء مع اللايف سايكل تبعت المتطفل. هسا حكينا احنا الذباب البيضاء بتبيض، بصير عندنا تفقس إلى الطور الزاحف الاول، بينسلخ الى الطور الثاني الى الثالث، بتيجي الدبور بتفضل الطور الزاحف الثالث من الذباب البيضاء، بتبيض بداخل الطور الثالث، بتضل عايشه الطور الرابع، الرابع عليه شعيرات في حالة التطفل بيصير عندنا لونه أسود. الزاحف بتاعت الذباب البيضاء تكون لونها أسود نتيجة
انقسام فقس البيضة داخلها تابعت المتطفل وتكمل دورة حياتها داخل الكبر تبع زاحفة، وعنا يعني بتخرج أنثى وكذلك بتضلها هيك السايكل تبعتها. الذبابة البيضاء هي دورة حياتها، وفي حال إنه تم التطفل عليها بصير حياتها زي هيك. عندنا ثلاث انسلاخات من الذبابة يعني اليرقة تبعت المتطفل بتنسلخ ثلاث، عنده ثلاث أكوار يرقية، هاي بتكون بداخل جسم الذبابة البيضاء اللي هو. أي سؤال على تداخل دورتي حياة الذباب البيضاء مع المتطفل اللي هو الكارثي الكروموزي؟ نيجي عنا هسه عنا كمان عنا مثل ما هو في عندك متطفلات وعنا مفترسات، عنا مفترسات بالقرض مثل الخنافس أو العيد، وعندنا مفترسات مثل البق الأوريس بقنينات أو الأوريس. عندنا المفترس بالامتصاص، بنلاحظ إنه هون بيتصل بتخط الكرولر اللي هو الزاحفة تبعت الذباب البيضاء، وبتصل المادة الغذائية اللي داخلها بتلقى فيها اللي هي محتويات الذباب البيضاء من الداخل، هنا بالقرض يأكلها كاملة. نيجي على الأرض السادسة اللي بتصيب العائلة الباذنجانية اللي هي الليف هوبرز، نفطات الأوراق. الاسم العلمي إمبوسكا لايبيكا، إمبوسكا لايبيكا، وتابعة للهوموبترا سيكاديليدي، سيكاديليدي العائلة. إذا الليف هوبر هو نفطات الأوراق، الاسم العلمي تبع اللي بصيب أن العائلة الباذنجانية إمبوسكا لايبيكا تابع للهوموبترا سيكاديليدي. هذا يعني بنحكي على تقارب يعني بنت عمها للبسلة، بنت عمها للبيفي، بنت عمها للوايت فلاي، جميعهم تبعات لنفس الروتبي بعوائل مختلفة. هاي النا الفورية بنشوفها بشكلها والعضل الفورية حكينا متشابهة بأجزاء الفم وبشكل عام الجسم ما عدا وجود الأجنحة. يعني هاي إذا حطينا الأجنحة على هذه الفورية كأنها تشابه للعضل. إذا هنا عندنا تطور ناقص، بيضة فورية أضل بالغة، ولذلك إن التطور الفوري والتطور الكامل هو التطور الضار. ميز هذا النطاط الأوراق اللي نشوفه بيمشي على جنابي، يمشي جانبية. إذا تطلع علينا الحشرة على الورقة تلاقيها تمشي جنابي، تبدأ نشاطها في الربيع، تضع البيض داخل العروق الوسطى الأوراق أو في أعناق الأوراق، في أعناق الأوراق أو داخل العرق الأوسط. هاي الأعراض تبعتها بتظهر في بقع صفراء إلى بنية، شايفين التبقى لأن نتيجة التغذية المباشرة، بقع صفراء بنية وتجف حواف، شايفين جفاف حواف يعني الأوراق، وتلتف إلى الأسفل. هاي في عنا شايفين كيف تلتف الأوراق للأسفل، هون في التفاف عنا، وبتؤدي إلى تقزز النبات ولا تعقد الأزهار. في عندنا كمان بالنسبة لل النطاطات الأوراق تنقل فيروسات اللي هو فيروس البوتيتو فيروس A بوتيتو فيروس Y أو بيسمى فيروس A للبطاطا أو فيروس Y للبطاطا. في عنا كثير من الفيروسات تصيب البطاطا ولها أرقام، فيروس X فيروس Y فيروس A. سو ممكن يعني إذا أتيح لنا المجال في هذا الفصل إنه نتحدث على أنواع الفيروسات اللي بتصيب البطاطا، لكن الآن نحكي على الضرر غير المباشر والمهم تعليف خبز على البطاطا هو نقل فيروس A وفيروس Y، وتظهر على السيقان البندورة حلقات تصبح السيقان سهلة للكسر. الآن نطاطات الأوراق كمان عندنا فيها شيء اسمه مايكوبلازما، كأنك مسبب مرضي، فايتوبلازما مسبب مرضي
مشهور على العنب وبعض النباتات الأخرى، والناقل اتبعه هو النططات. إذا النططات بالإضافة إلى التغذية الرئيسية والأعراض اللي نتيجة التغذية من تقزم النبات وتعقد أزهار واصفرار أوراق وجفافها، عندها أنها تنقل الفيروسات لبعض النباتات مثل البطاطا والفيروس A والفيروس Y، وتنقل الفيتوبلازما إلى العنب. بالنسبة للمكافحة تبعت النططات حبايبي، عندنا نباتات مقاومة ومكافحة حيوية خاصة بالمفترسات التي تفترس الطور الفوري، والمكافحة الكيموية من أمثلة المونوكروتوفاس والتنتويد. شو خلينا نحكي هذا بنرش عليه ملامسة ولا جهاز الحشرة وليش؟ جهازي ملامسة. محمد ليش وجهازي ليش؟ جهازي دكتور لما يكون في بيوب مثلا ممكن ترش جهازي، أما هذا لأنه أنا أعرف أنه ملامسة الأفضلية. طيب وشو الجواب الثاني ليش ما نعمله جهازي؟ جهازي دكتور مثلا يكون مقاومة مثلا، أو إذا كان في بيوت مثلا حشرة ممكن ترش مبيد جهازي. يا أخوي أبو العدوان أنت معلق عليك البيوت، البيوت ملهاش خاصة بالنسبة للجهازي والملامسة بالنسبة يعني دكتور هي النططات قارضة فأكيد راح نرش. النططات مش قارضة. النططات زي إذا مش حكيت قارضة معناته بدنا نعطيها جهاز. أيوة بالضبط، حكيت لكم بنت عم المن، بنت عم البسلة، بنت عم دباب البيضة. يعني شو يعني ماصر؟ إذا نعملها ماصر نعم تتغدى على العصارة النباتية، إذا أولى أن تكون مدارس جاهزي. الآن نأتي إلى أول آفة تعود إلى خرشوفية الأجنحة، هي دوت اللوز الأمريكية أو عثة ثمار البندورة. غالبية المزارعين اللي زرعوا بندورة زي ما مر عليهم الذبابة وزي ما مر عليهم المن مرت عليهم هذه عثة ثمار البندورة الهيليوثيس أرميجيرا، تابعة لخرشوفية الأجنحة لبدكترا عائلة نوكتوريا. نوكتوريا بدي تحفظوا لي اسماء العائلة اللي راح تمر عليكم، وممكن تكون عندنا عدة آفات تابعة لنفس العائلة بدي تركزوا لي عليها. يعني هاي تابعة خرشوفية الأجنحة لبدكترا نوكتوريا كعائلة تعود إلى عثة ثمار البندورة، واسمها العلمي هيليوثيس أرميجيرا. وهاي بالنسبة للعاملين كمهندسين لما تحكي هيليوثيس أرميجيرا كأنك تحكي ذبابة بيضاء، يعني شيء كمان شوي لازم يكون عندكم معروف. عثة ثمار البندورة هيليوثيس أرميجيرا تابعة لخرشوفية الأجنحة نوكتوريا. هاي بتصيب البندورة، الفلفل، القطن، الذرة، كمان تصيب البقوليات. بتصيب البندورة الفلفل، كمان عندنا القطن، الذرة، والبقوليات. دورة حياتها التشتي على شكل عذرة. تشتي فطرة التشتي، ما فيش حاصل، ما فيش ظروف ملائمة إلها، بتكون على شكل عذرة عشان تحمي نفسها من الظروف الجوية وعدم وجود العائلة. تخرج في الربيع أوائل الصيف. هذه يعني عندنا خطورة عندما تكون هنالك أعداد كبيرة في الجيل الأول، يعني بتضع أكثر من 1000 بيضة فرادى. تبدأ الإرقات بالتغذي على الأوراق لفترة قصيرة ثم تحفر في الثمار وتنتقل من ثمرة إلى أخرى. تقتل اليرقات بعضها البعض داخل الثمرة الواحدة ولا يبقى إلا يرقة واحدة فقط. تخرج اليرقة وتتعدد في التربة لها 3 إلى 4 جيل في العام. معلومات هاي بتكون كل آفة من الآفات بدنا ننظر على إيش الخاصية تبعتها أو اللي بيميزها حصلت.
يعني حكينا هاي ايش بميز هاي الحشره؟ تعطي 1000 بيضه بشكل فردي، اوكي، تتغذى على اوراق البدايه بعدين تدخل الثمار وبتاكل من ثمره، يعني تنتقل من ثمره الى ثمره، وعند كبر حجمها قد تكون هنالك اكثر من يرقه بداخل الثمره نفسها، فبصير عندك صراع بقاء، تقتل بعض مشان يكفيها الغذاء، بتضل فقط يرقه كبيره واحده في حبه البندوره، وبعد ذلك عند اكتمال الاطوار الورقيه تتعذر، تخرج تتعذر وين؟ في التركي. لها 3-4 اجيال في السعف العام. يوم ما بنحكي على 1000 بيضه الانثى تضع، ولها 3-5 اجيال العام، اذا اعداد ضخمه جدا، ولذلك هذه افه رئيسيه. هاي تفضل الثمار اكثر من الاوراق، لذا لها اهميه كبيره. اي شيء بيصيب لنا المنتوج تبعنا بضرر، شو بصير ضرره عالي، مفهوم؟ لو سيب الورق لحاله وتبعد عن الثمر بتقل اهميته، لكن هاي المنتوج تبعنا اذا انصاب خلص فسد، ما بنقدر نسوقه. هذه تتواجد طيله العام واجيالها متداخله، يعني على طول الموسم. ثقب، يعني من اعراضها ثقب دخول اليرقه للثمره يشكل مدخل لسبات العفاف، يعني هاي شايفينها، شايفين هون خلص السوائل تبعت حبه البندوره مثلا ودخول العفان الى داخل الحبه سبب لنا اصابه متداخله، اصابه ثانيه، يعني فوق انه هي بتاكل ثمره بتخربها كمان بتجيب لنا العفان وبتصير عندنا الاصابه شديده. تلجا للعوائل البريه عند عدم توافر العوائل الاعتياديه. اذا لها مش متخصصة فقط على ثمار البندورة، أصلا هي اسمها دوت اللوز، كما تيجي على اللوز الأمريكي، إذا عندها العديد من العوائل البرية، لذلك تزداد خطورتها. مين الشباب هسه الآن يشرح لي ما هي خطورة أثير ثمار البندورة؟ ليش خطيرة؟ لاتوم أحمد؟ معك دكتور، معك. لخص لي اللي فهمته مني من خطورة هذه العثة، عثة ثمار البندورة، ليش خطيرة؟ وجهة نظرك. الدودة، هاي الدودة ليش خطيرة يا أخو؟ دكتور مش عارف بالضبط، يعني دكتور أنت تقصد من ناحية، أنا بدي أشوف ما هي خطورة هذه الآفة، لماذا تعتبر خطيرة؟ عدة نقاط. منطقياً تأثيرها على المحصول. أوكي. تعدد عوائلها. تدني الجودة. عندنا ضيف عزيز علينا مراد الحسيني، سامع صوته. الله يسعد مساك دكتور. والله انا انبسطت انك في المحاضره، مفاجاه طيبه. لا ما مترك الله مهندسنا وزميلكم من الاوائل. الله يسعدك. من الاوائل عندي وعند غيري، اتوقع الاول على دفعته المهندس مراد الحسيني، تخرج على الفصل الماضي، حابب يشاركنا وفاجأنا انه مشارك ما شاء الله عليك. الان عثت ثمار البندورة عدة اشياء بتحدد خطورتها. اولا انها تهاجم الثمار، الثمار هو هذا الحصاد تبعنا، كيف فأي شيء بيهاجم المنتوج النهائي فخطورته بتزيد. حبة بندورة مضروبة في دودة انتهى وضعها، مش تسويقية، هذا أحد الأسباب. عدد البيوض للأنثى عالي جدا، 1000 بيضة، إذا تكاثرها كبير جدا، تكاثرها كبير جدا، أجيالها عديدة من 3-5 أجيال متداخلة، يعني بنفس الوقت تلاقي الكبير وتلاقي الصغير متداخلات الأجيال، فلذلك على طول الموسم وين في بندورة راح تصيفها أنت، وهذه يعني الغالب.
خطورتها الأخيرة إنه التعدد العوائل زي ما حكى أبو سيني، إنه الإصابة قد تأتينا من عوائل برية، يعني مش متخصصة فقط على البندورة، يعني ما فيش عائل بتروح على الأعشاب، والأعشاب تصبح عندنا مصدر إصابة لهذه المحاصيل اللي بتصيب. يعني عشبة موجود عليها الحشرة هاي، أجى النبات زراعت تنتقل إليها، يعني في استمرارية في حياتها وتتنقل من بين النباتات. تعدد العوائل، كثرة العدد في الجيل، تداخل الأجيال، الضرر الحاصل منها المباشر على الثمار، لذلك تعتبر خطرة جدا. مكافحتها تكون بالمكافحة الحيوية خاصة الممرضات، خصوصا البكتيريا الباسيلس ثيمانجينسيس، مصائد هرمونية. هذا الأث بشكل عام، الأث هو عبارة عن فراشة ليلية، خلينا نحكي إذا بنقدر نحكي الدكتورة يعرف شو في الأجنحة. عندك أث وفراش، الفراش هو الأفراد التابعة لحرشوف الأجنحة اللي تنشط نهارا يكون ملون نحوي، ولكن الأث هو الذي ينشط ليلا. غالبية الليبيدوبترا، غالبية حرشوف الأجنحة صنعوا الهرمونات تبعتهم، لقوا التركيب تبعه صنعوا، فأصبح هناك مصادر هرمون هرمونية، هرمون الجنسية ممكن تصيدها. و إذا حطيت مادة قاتلة مع المصادر الهرمونية تصبح عملية كنترول، عملية مكافحة. أما التخلص من بقايا المحصول المصاب، وممكن نستخدم مبيدات هون إن كانت جهازية أو ملامسة، لأنها لا زائد فم قرضة بفع في مثنين. هاي العروفة بعدها، هاي التقوط تبعتها، تقوط الدخول، شايفين الأعراض تبعتها، تدخل جوا، هاي الأعفان موجودة والبراز، هاي اليرقة، طلع قسمنا الحبة، شفنا شو داخلها، تكبر، عندك عدة أطوار انقسامات أو انسلاخات بالطور اليرقي من 4 إلى 5 انسلاخات حتى توصل للطور الأخير اللي حكينا عنه، بيطلع من الحبة وبينزل على التربة للتعدد و مشان يصير بالغات. عندنا هسه الآن حبيبة الشعب عث درانات البطاطا، برضو عث حكينا على عث البطاطا تيوبر موث، التوريميا وبركلولا، نطبة حرشبة الأجنحة تابعة للجلشدي، حبيبة أبو صيني للعائلة هاي. عث درانات البطاطا من الآفات الرئيسية على محصول البطاطا، وأتذكر ولا هاي الأضل تبعتها، هاي اللي فيها 2 ملم، يعني النكهة تقريبا 10 إلى 12 ملم عند طرف جناحها، هاي اليرقة تبعتها، وهاي التعذر وشركة العذراء كوكون. حكينا التوريميا بركلولا تابعة لرتبة حرشبة الأجنحة جلشدي، اللي هي البوتيتو تيوبر موث وقت الدران فقط. بتصيب عنا التبت البطاطا بتنجال بندورة الكل، هذه متخصصة على عائلة. ماذا يعني؟ جاوبوني، فيها متخصصة على عائلة. بها عيسى دكتور، متخصص على العائلة الباذنجانية، يعني هاي بتصيب فقط العائلة الباذنجانية والعوائل تبعتها فقط. ليش بفيدنا بالمكافحة؟ ما سمعتش السؤال. ماذا يفيد ذلك في المكافحة؟ مش عارف. حكينا هذيك متعددة العوائل اللي قبليها، صح؟ أتت تبع البندورة، صار عندنا خطورة أن تجينا من الأعشاب. دكتور بتسهل عليك المكافحة لما تكون متخصصة أصلاً، يعني خلاص ما بتضطر تدور عوائل جديدة لها. أيوة. ممكن تلقاها إذا متخصصة، إذا أنا بكون عارف من وين بدها تجيني المصيبة. يعني عندي تبغ بطاطا باذنجان بندورة فلفل، هذول كل التبعات للعائلة الباذنجانية. عندي أنا محصول زرع بندورة، بخاف إذا واحد زرع الباذنجان جنبي بندورة جنبي فلفل، أنت علي كيف ممكن أنه تجيني بطاطا؟ ممكن تجيني من عنده هاي العثة، لكن واحد زارع أشياء ثانية مش بالضروري ما يطلع عليها. وإذا في أعشاب مع أعشاب، أنت علي كيف ما بتكون آخر همي إني أدور على هذه الحشرة في الأعشاب، لأني عارف إنها مش راح تصيب الأعشاب.
هاي دورة حيث تضع البيض على الدرانات المكشوفة في الحقل أو الأوراق أو قمم الأفرو، وأحياناً على التربة. تضع البيض على الدرانات المكشوفة في الحقل. إذن أنا يوم بدي أعرف فيك شو بعمل؟ بأخذ بعين الاعتبار بديش يكون عندي درانات مكشوفة في الحقل، إن كان في مخزن بتكون صاحي له، في كاس صاحي له، في الحقل طلعت عندي البطاطا في الحقل، وبديش يعني إذا في إشي درانات طالعة بخاف تيجي تبيض عليها الحشرة وتصيبها، لذلك يجب أن عدم ترك الدرانات خصوصا في الحقل مكشوفة. بصير عندنا أكثر من شيء من ضمنها عدة درانات بطاطا بتيجي العتبة تبيض وبتضرب البطاطا، ناهيك على عملية إنه اللون الأخضر بيزداد اللي هي مادة السولانين المادة السامة موجودة في البطاطا. تترك اليرقات النبات وتتعذر في التربة، هاي الحشرات الثانية التي تتعذر في التربة أو الأكياس أو الصناديق أو الرفوف أو المخازن. إذا عندي هنا عدة الدرانات ليست فقط عدة حقلية بل عدة مخزن، عدة مخازن، آفة مخازن، فاهمين حبايبي؟ يعني إذا كانت حبة البطاطا والبتنجان والبندورة وزي طال عالي على المخزن مصابة أو بايضة فيها الحشرة تستمر في المخزن، إذا آفة حقلية مخزنية تصيب النبات في الحقل والدرانات بعد الحصاد في الحقل والدرانات في المخزن، ليس لها بيئة شتوية ونشط تطيح في العام. ليش نشط تطيح في العام؟ لأنها بتعيش على في المخازن وبين الخشب وفي التربة و... يعني ممكن أن تستمر، ما في ما يعني ما عندهاش مشكلة إنها تتخبى من الظروف الجوية غير المناسبة أو الظروف العائلية غير المناسبة اللي هي بنحكي على العائلة والنبات. النبات موجود عنده وين مكان، تلحقوا على المخزن قاعد زي ما تفضل شادي، ذلك بالحقل الموجودة بتلاحق البطاطا للمخزن، تطلع من المخزن للحقل على طول العام نشطة، وهذا خطورة كبيرة إلى 6 إلى 9 أجيال حسب الظروف المحيطة. يعني مصيبة تعدد الأجيال، كثيرة أجيال على مدار السنة. أعراض إصابة ثقوب على الدرانات، برز الإرقات بين الدرانات يحدث المتعفنات، حفر في العروق الوسطى الورقة باتجاه الساق ومن ثم باتجاه الدرانات في الأسفل يؤدي لتبول النبات. هذه الأعراض الثلاثة نكافحها بزراعة تقاوي سليمة، تحضين الدرانات جيدا في الحقل، تحضين الدرانات المقصود فيه أنه نغطيها بالتراب، اتباع دورات زراعية، مكافحة الأعشاب، عدم ترك الدرانات مكشوفة لفترات طويلة في الحقل بعد الحصاد، تعقيم المخزن، مكافحة كمية المواد جازية في الحقل وغازية في المخزن. ليش بنعمل هالدورة؟ دورة زراعية ممكن تنجح في هذه الآفة. ضحى عيسى عمري، السلام عليكم. وعليكم السلام. لا انا دكتور متخصص على العائلات. ايوه بالضبط. اول شيء سامحوني دكتور، انا مش طالب عندكم، انا خريج جامعة جرش مهندس زراعي، فسامحوني على تطفلي ودخولي على المحاضرة، انا نزلت على الجروب اذا في وجودي وان شاء الله تعالى ما راح ازعجكم فيها. بخصوص موضوع انه موضوع الدوره الزراعيه، احنا في بخصوص الافه بشكل عام على عث الدرانات البطاطا، استخدام الدوره الزراعيه اول شيء اذا في اي متبقيات بيوت في الموقع او بقايا كاملات او بقايا يرقات، الدوره الزراعيه بتقضي على الافه لانه ما بيكون لها عائل. طبعا استخدام دوره زراعيه ان نستخدم عائله مختلفه عن المحصول القديم، هذه واحدة من طرق المكافحة المتكاملة. أول شيء أهلا وسهلا فيك عمري، وأنا إنه قاصد إنك إن أسألك لأنك أنت ضيف والضيف عندنا محلي يعني. حياك الله يا دكتور. عليك. لذلك بهمنا الفائدة للجميع، وبهمنا إنك تشارك معنا خبرتك ونستفيد منها إن شاء الله. إن شاء الله ميزان حسناتكم أجمعين إن شاء الله دكتور. زي ما تفضل ضيفنا وأخونا المهندس عيسى أو شباب من قبله، إنه الدورة الزراعية تكون للنبات للآفات التي تغزو
عائلة معينة تكون متخصصة على عائلة أو على محصول معين، في عدم وجود هذا المحصول لا يوجد عائل، وبذلك نتخلص كطرق تخلص من الآفة نفسها. قطعنا عليها رزق يا خليك، لأنه جاي على نبات معين مش موجود النبات معين. السنة الجاي ما زرعناه، وقد نكون نزرع شيء بعده، فبذلك تكون الدورة الزراعية ناجحة عندما تكون الآفات أو الأمراض متخصصة على محصول معين أو عائلة معينة. بعد إذنك دكتور، في عندي مداخلة ثانية إذا سمحت لي. زاد فضلك. هلا أيضا في عندنا تفاوت في الأصناف في درجة التحمل لبعض الإصابات، يعني مثلا عندك الإسبونتا، الماركيز، المونديال، المندولا، في تفاوت في عملية المقاومة والتحمل. فإحنا كمان أيضا من طرق استخدام الدورة الزراعية إنه ما نظلنا نستخدم نفس السلالة أو نفس الصنف على الزراعة. يعني مثلا أنا كمزارع عندي سوق بطاطا حلو، ومحصولي هذا الرئيسي اللي أنا بزرعه، ممكن إنه أقدر أزرع صنف مختلف. يعني مثلا الدورة هاي أنا زرعت مثلا في عروتي الصيفية، زرعت مثلا سبونتا، على الخريفية بزرع مثلا مونديال أو مندولا. هذه بتعطيني أيضا تفاوت، زي ما تقول إنه بعمل دورة زراعية داخلية في المحصول نفسه. دخلتك جيد، وتناك تطرقنا إلى مواضيع أخرى تفيد الطلاب بشكل عام. عندي عندما تكون هنالك أصناف مقاومة بالضبط يجب أن نستخدمها، ولكن فيما في حالة البطاطا عندي مشكلة بسيطة أن هذه الآفة ما فيها كمقاومة، فيها يعني تحمل. بالضبط، هي تحمل. قد يكون هناك الاسبونتا حساسة بالنسبة للدايموند حسب المثال أو الأنواع الثانية، ولكن المشكلة إنه الصنف نفسه لا يعطي فيه التسويقية نفسه. يعني أنا عندي بطاطا معينة بصنف معين مش ناهي التسويقية زي الأصناف الأخرى، تفاوت في سعر وسوق الأصناف. لذلك أنا مثلا بدي للشيبس بحط الدايموند، إذا كان عقدي مع مستر شيبس ولا شنو الشركات الزراعية الشركات المتصنع شيبس، لكن الموجود عندنا غالي غالبية سبونتا. إذا كان في عندي بالصنف اللي أنا بدي إياه، الصنف اللي أنا بدي إياه تفاوت مقاوم، بختار الصنف المقاوم، لكن ما عنديش بدي أتعامل معه وأجازف، لأنه أنا هذا جاي بالسعر. فاهمين حبايبي؟ إذا كان هناك صنف مقاوم بستخدمه، صنف متحمل من نفس القيمة السوقية، بندورة كلها بتشبه بعض، وعندي صنف متحمل، انت لي كيف بستخدمه. لكن في البطاطا الأصناف البطاطا نفسها قيمتها التسويقية تختلف من صنف لآخر، فإذا أنا بدي أزرع اللي قيمته وأعلى في السوق التسويق وأعلى في السوق، قد يكون حساس أكثر حساسية، لذلك يجب أتعامل معه، بدي أتعامل معه بأساليب اللي حكينا عنها هنا في المكافحة. عندي زراعة تقاوي سليمة، تحضير الدرانات جيدا في الحقل، تباع دورات زراعية، مكافحة الأعشاب، عدم ترك الدرانات مكشوفة لفترة طويلة في الحقل بعد الحصاد، تعقيم المخزن، المكافحة كمية مدادات جهازية في الحقل وغازية في المخزن. مكافحة الأعشاب بالنسبة لي أنا مش لأن الدرانة الحشرة بتيجي على الأعشاب تكون نخبة للحشرات البالغة، خصوصا نشاطها ليلي، بتكون بتنافس النبات، بتغطي لي على عملية التحطيم، بتكون الأشبة المحطوطة جنب ناعمة جنب البطاطا على سبيل المثال، مش مبين تحتها القرى اللي مبينة طالعة مبينة مكشوفة الأرض، بحيث إنه الحفظ تكتب عليها. كان باقي من المحاضرة هذا اللي نشوف وقت. طيب. وصلنا حفار ساق الباذنجان. أي سؤال حبايبي؟ بقي دقيقة للمحاضرة. حبايبي بدي أي سؤال على المادة؟ دكتور بالنسبة للدورة الزراعية، يعني لما كان بعرفش يمكن العلم اتطور، لما كان عندنا قطعة أرض مثلا 50 دنم كنا نزرع مثلا
في الأرض هاي باذنجان، في الأرض اللي جنبها بنغير طبعاً. لما نجي معنا للدورة الزراعية بنغير كامل، ما بنزرع المحصول حتى لو من صنف ثاني، يعني نوعية ثانية من نفس المحصول ما بنزرعه بنفس الأرض. لا هيك الصح، هيك الصح. الدورة الزراعية مقصود فيها الابتعاد عن